بداية تحية لشعب مصر ورئيس مصر ولنواب الشعب المصري. فخامة رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، السيدات والسادة أعضاء البرلمان المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أيها السادة أمام تاريخ يفقد نفسه بكل وضوح، وعندما تعتز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العدالة وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإصداقيتها ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف، لكن التاريخ بإعادتي لنفسه لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء زكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم، جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم محتد إلا ومجرم ولا يجد امتدت إليها بسوء إلا وقطعت. أيها السادة، الشعب الليبي شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية، دعمه المجتمع الدولي لقراراته وطائراته في مسحة وفي منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه، فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذب والتنكيل، ضباع لم تأتي وحدها بل نقلت على مد طائرات وسفن تحمل رايات لدولة تدعي الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه، دولة صاحبة طريق نبوي أصلنا في ليبيا وحدها بل حيث خطر جهودها وولاتها وسلاطينها وفراناتها وفي أكثر من دولة عربية وأوروبية.